شو جابك بهي الساعة يا داود باشا؟ إذا بتحب فيك تكمل نومتك يا سيد هنري، وبكرة الصبح منروح لعن جلالة السلطان ومنتفاوض أنا وياك قدامه. إذا كنت شايف إنه المجلس المعظم صار ضعيف فهذا الشيء بسبب السيد الكبير مو بسببي أنا يا سيد ألكسندر. أنت عم تغلط يا بوريس. لا أنت يلي عم تغلط يا ألكسندر. معقول هني أغبياء ليحطوها بمكان مو محمي؟ أنا شاكك بالموضوع. الشغلات الغالية يا أجداب تتخبى بالأماكن يلي ما بتتوقعها أبدا. إذا كان هيك فهي الليلة ليلتنا. فرح، أنت ما كان عندك أي فرصة لتهربي منهم لأنهم خطفوكي وقتلوا لك كل عيلتك، بس لسه في فرصة عند هالأطفال. إذا قدرنا ننقذهم فوقت أمهاتهم بربوهم على الطريق الصحيح. ما فينا نتراجع بعد ما صرنا قريبين من فرح. بكل الأحوال نحن سابقينهم بخطوة، هنن ما بيعرفوا أنه لقينا هالمكان. لا تزعل يا مصطفى، على القليلة أنا متأكد أنه في اثنين منهم مجروحين. إذا هن رموا قنابل دخانية وما قدرنا نشوف قدامنا، كيف شفت أنه في اثنين مصابين؟ أنا ما شفت يا باشا، أنا سمعت. معناتها الكلام يلي سمعناه كان مزبوط، فلينتا مصطفى وعلي انضموا لتشكيلات الاستخبارات. أي مزبوط، القاضي قياس الدين كثير ترجانا قبل ما يموت لانضموا لنا، وهن اللي مفكرين انه لساتهم ضباط وفي لهم كلمه. انت شو بدك كمان؟ انا بدي ساعدك. قلت لك 100 مره انا مستحيل اقبل ساعدك لتقتل اخواتي. بس انا ما بدي اقتل اي حدا. لا انت بدك تقتلهم. أعدائنا صاروا كتار يا سادة، منشان هيك السرية التامة مهمة كتير بشغلنا ومهامنا. أنا مبارح المساء كنت بدي قابل أخونا ألكسندر يا سادة، للأسف ما إجا على موعدنا. ولما ما إجا أخونا ألكسندر على الموعد كلفت جلال يدور عليه ويلاقيه بأسرع وقت. للأسف جلال لقاه مقتول ومرمي بمزبلي على أطراف جلتا. بآخر لقاء كان بيني وبين أخونا ألكسندر قال لي إنه في شغلة مهمة وخاصة كتير كان بده يساويها مبارح. لو سمحت سيدي سامحني لأني قاطعتك، بس مين بيتجرأ إنه يعمل مثل هيك شيء؟ وأنا منشان هذا الموضوع سويت هالاجتماع وطلبت منك تجي بسرعة يا بوريس. أنت بس أمرني شو لازم ساوي. لازم تلاقي لي اللي قتل ألكسندر بأسرع وقت، وأي حدا بيجرأ يقتل واحد من الإخوة نهايته الموت. لا يكون عندك شك إني رح ألاقي اللي قتله بأسرع وقت. إذا أنت فشلت بهي المهمة يا بوريس فرح تكون نهايتك مثل الموت. الشخص يلي قتل أخونا ألكسندر لازم تلاقي لي إياه، بعدين بتجيبه لعندي منشان حاسبه على عملته هاي، وبدك تخليه يعترف قدامنا ليش عمل هيك. ما فيني استنى كتير. لا تشغل بالك، أنا ما رح أفشل بهي المهمة، أمرك سيدي. هالمكان كتير مغبر ووسخ. إذا تضايقت فيك تروح لأنه نحن ما إجينا لهون لنحتفل. سامحني يا باشا، ما كان قصدي هيك. أنا قلت إنه مجلس العظماء بيشتغلوا شغلهم عن طريق البنوك والجمعيات الخيرية، يعني إذا لحقنا مصادر المصاري منلاقيهم. إذا أنت عن جد إجيت مشان تساعدني فياريت تسكت وما تحكي ولا كلمة، وأكيد أنا ما رح أحتاج لنصيحة منك. يا باشا أنا ما قصدي ضايقك،
بس إذا بقدر ساوي أي شيء لحتى ساعدك. لا يا حضرة الضابط، خلاص فيك تطلع لبرا. تحت أمرك يا باشا. يا حضرة الضابط. نعم يا باشا. ما قدرت لاقي شيء، أنا بدي روح. مثل ما بدك يا باشا، في شيء تاني بقدر ساويه مشانك؟ لا، أنا بتشكرك على كل شيء، وصل سلامي لأسعد باشا. تحت أمرك يا باشا. هاي وثائق مجلس العظماء اللي أخذتها من السفير الإنجليزي. هاي مالا وثائق عادية، هاي كنز يا باشا. أنا رح فك الشفرة تبعها. هالوثائق بأمانتك يا أخي عبد الله. إذا واجهت أي مشكلة بخصوص فك الشفرة تبعها، فيك تطلب مساعدة المختصين بفك الشفرات. لا تشغل بالك، أنا رح قارنهم بالوثائق اللي معنا، ما رح خلي ولا معلومة تطير من هاي الوثائق. يعطيك العافية. لازم تتدربوا منيح مشان تصيروا محاربين أقوياء، وبعدين تنضموا لأخوتكم بتشكيلات الأخوة. نحن ما رح نصير محاربين. هذا ما نؤثر أبوك يا بنت. أنت رح تبقي لحالك بالحبس لحتى تتعلم تطيعي أوامري. أنا مالي خايفة منك بنوب، مالي خايفة لا منك ولا من حبسك. أنت محظوظة لأنك مهمة كتير لألنا، ولكن سلخت لك جلدك بإيدي من أول ما أجيتي لهون. أنا لازم ربيكي من أول وجديد. خدوها، بس بتعطوها المي والخبز، مفهوم؟ بس بتعطوها المي والخبز اليابس. يلا احملوا سيوفكم لشوف. كل ما خالفتوا أمر من أوامري رح خلي سلطانة نسليهان يوم زيادة بالسجن. فهمتوا علي؟ هلأ أنتوا فكروا وقرروا. يلا احملوا السيوف. من شان السلطانة نسليهان. انضموا لأخوتكم، دربوهم. حضرة السلطان. لو سمحتي لا تقومي، ارتاحي. يا سلطانة قلبي، ليش هيك عم تساوي بحالك؟ أنا سمعت إنك ما عم تقبلي تاكلي شي من لما انخطفت بنتنا. إذا ضليتي عم تأذي حالك بهالطريقة فوقتها رح تجرحي لي قلبي. نسليهان الله أعلم بحالتها، وهي بين إيدين الوحوش اللي خطفوها. أنا كيف بدي أكل وبنتي مانا بحضني؟ أنا فهمانك، بس إذا تصرفتي بهالطريقة ما بتكوني عم تساعدي بنتنا. بترجاكي حاولي تتمالكي نفسك. ما عم أقدر أفهم أنت كيف بتقدر تكون قوي، كيف منعت الحزن والوجع أنه نسيطروا على قلبك. بس أنا ما عم بقدر أمنعهم، مالي قوية، ما بقدر أتحمل هالشي. إذا صاب شي لبنتي ما رح أقدر أعيش ولا لحظة بلاها. أنا خايفة كتير عليها. شو هالكلام يلي عم تقولي؟ لا تنسي إنه أنا أبوها. كل ما أتخيل إنه ممكن تتأذى قلبي بيحترق. بس أنت بتعرفي إني مالي أب لبنتي وبس، أنا بكون أب لكل ولاد العثمانيين ومسؤول عنهم مثل بنتنا. مالي مسؤول بس عن قصري، مو بس عن عيلتي وولادي. أنا في برقبتي مسؤولية كل هالأمة، وإذا أنا ضعفت وقتها بتضعف دولتنا وبتنهار.
مو هاد اللي بدهن يعدي مي الشرف؟ بتلاقيه حلوة بحقي أنا السلطان أضعف قدام هالشياطين؟ أنت بتعرفي إنه أعدائنا كتار وكلهم حاطين عيونهم على دولتنا وعم يعملوا هيك ليخلوني أضعف، لازم أسمح لهم بهذا الشيء؟ يلا جهزي حالك لنروح. لوين؟ بتعرفي لما نوصل؟ استني شوي اختي عائشة، أنا بساعدك. يسلموا إيديكي. طمنيني كيف حاسة حالك؟ لهلأ ما عم حس برجلي بنوب. خلي أملك بالله كبير، بإذن الله رح توقفي على رجليك بأسرع وقت. مو مشكلة بالنسبة إلي، هذا امتحان من رب العالمين وواجبنا نصبر على هالامتحان، لأنه إذا المؤمن نجح بامتحان رب العالمين فوقتها أكيد رح يكافئه ويزيده من نعمه اللي ما في إلى حدود. يا سلمى تسمحوا لي فوت؟ تفضل يا سيد يوسف. كيف صرتي يا أختي عائشة؟ يا ترى بدك شي مشان جيب لك إياه؟ إيه بدي شي، هو إني شوفهم لأولادي بأسرع وقت وإني ضمن على صدري وشم ريحتهم. راح تشوفيهم بإذن الله. هلأ بنتنا سلمى من اليوم ورايح راح تضل جنبك وما تتركك ولا لحظة. بس أنا ما بدي حدا يتعذب مشاني. أستغفر الله، شو هالحكي هاد؟ نحن مؤمنين والمؤمنين إخوة يا أختي عائشة، المؤمنين من واجبهم أن يساعدوا بعض بكل مشاكلهم، وبهي الحالة ما بيكون اسمه عذاب لأنه وقتها منكسب ثواب. الله لا يحرمني منكم. طيب في شي خبر عن فيلينتا مصطفى؟ لا ما في ولا خبر عنه، بس ابننا مصطفى هو من أسود الله ما شاء الله، وبإذن رب العالمين مصطفى ورفقاته راح ينقذوا أولادنا ويرجعوهم لأمهاتهم بأسرع وقت. أنا أجتني فكرة حلوة، تعالوا ساعدوني. جيش بلادي جند وعسكر يصرخ يزمجر في الحرب يظفر. يلا تعالوا. جيش بلادي جند وعسكر يصرخ يزمجر في الحرب يظفر. شو عم بيصير هون؟ لك شو هالضجة هاي؟ شو في؟ خرسوا؟ أنا قلت لكم خرسوا؟ بدكم تقهروني بهاي الغنية؟ غنوا غنوا كمان غنوا. طلعي فيني يا سلطانة الشياطين، مفكرين تقدروا تفوزوا علينا؟ بس ما بتعرفي أنا شو بقدر ساوي فيكم. لا تضلي ساكتة، فيك تغني مع رفقاتك. يلا غنوا كمان، إلكم رح تتعاقبوا على هالوقاحة، وخصوصا هالولدين الصغار عقوبتهم رح تكون أكبر. كلامي مفهوم؟ تحبسوهم بالعتمة بدون لا أكل ولا شرب لا يتربوا. الله أكبر الله أكبر، أردن زوزن نايم مزفر. 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 تسمحي لي يا أختي عائشة؟ تفضل يا سيد يوسف. في ضيوف اجوا يشوفوكي.
جلالة السلطان؟ انتو التنتين امهات وعم تعانوا نفس المصيبة، احكوا مع بعضكم. الألماني هو لقبه الألماني، بس لسه ما بنعرف شو اسمه. نحن بس بنعرف انه هو دكتور وجراح مشهور. لقبه الألماني جراح. طيب عرفت شي عن عنوانه؟ لا. تبعت لي خبر للسيد سردار يجي ويجيب لي معه قامي بأسماء كل الأطباء يلي بإسطنبول ويلي موجودين حواليها ويلي عنده رخصة نظامية وحتى المخادعين يلي هن مالهم دكاترة. فورا. حاضر. الحمد لله على سلامتك، كيف صرتي هلأ؟ ألف الحمد لله يا سلطانة، مو طالع بإيدي غير الصبر. هالامتحان صعب كتير علي، كل يوم وكأني بجهنم، بحس كأنه عم ينقطع نفسي وكأنه قلبي عم يطلع من مكانه. هالوجع أصعب من الموت. ما بعرف إذا ولادي عايشين أو قتلهم أو شو عملوا فيهم، وإذا كانوا عايشين يا ترى هنن مناح؟ يا ترى عم ياكلوا منيح؟ عم يبردوا بالليل؟ ولادي هنن الحياة وكل دنيتي، مشان هيك أنا ما بقدر أتخيل حياتي بهالدنيا بدونهم. هالمحنة صعبة كتير، بس كل ما ضغطت على الحزن اللي جوات قلبي بقول لحالي يا عائشة إذا سمحتي لهالوجع يخليكي تنهاري فوقت هدنك الشياطين رح يفرحوا. لازم تضلي قوية مثل قبل مشان لما يرجع أولادك لعندك يشوفوا إنه أمهم لساتها قوية. أنتي ما رح تموتي هلأ يا عائشة، رح تضلي عايشة كرمال أولادك مشان لما يرجعوا لك بالسلامة تكون عندك القوة لتربيهم. يا ترى منرجع نشوفهم؟ رح يرجعوا لنا سلطانة بإذن رب العالمين، رح يرجعوا لنا. المرحوم القاضي قياس الدين الله يرحمه ويجعل مسواه الجنة. آمين. كان دائما يحكي عنك ويمدح بأخلاقك. المرحوم قياس الدين خسارة للأسف لهاللحظة جلالتك، ما في حدا بيقدر ياخد مكان القاضي قياس الدين. ايه الله يرحمه ويغفر له. آمين. زوجتي السلطانة نور أم السلطانة نسلهان ضعفت كتير، وضع كتير سيء. الحقيقة أنا كتير خايف وقلقان أنها تمرض بسبب حزن قلبها. الله بيبعت الداء وهو اللي بيعطي الدواء، بس بدها شوية صبر. تسمح لي جلالة السلطان؟ تفضل. خبر كتير مهم يا جلالة السلطان. خمسين ألف ذهبية، في حدا متبرع بهالذهبات لدار العجزة. أنت بتعرف إمتى انبنت هالدار؟ انبنت لما كان روحي باشا هو مشرف الداخلية. وهلأ إلي يا رضا، أنت متأكد إنه روحي باشا شق ورقة من هذا الدفتر؟ أي متأكد يا باشا. حلو كتير. روحي باشا يلي صار له سنين غايب بيطلع قدامي فجأة وبيعطيني طرف خيط رح يوصلني لمعلومات مهمة. طيب يا باشا شو بدنا نساوي؟ ولا شي. ما فهمت عليك.
يا ترى انت عندك فكرة مين يلي أسس دار العجز هون؟ لا، مين؟ واحد من أعز أصدقائنا، بوريس زهارياس. وهلأ خلينا نستنى لنشوف شو بده يساوي. يعطيك العافية، شغلك ممتاز، فيك تروح. تحت أمرك يا حضرة المشرف. وضحت الجهة اللي بوريس واقف جنبها. هو ما بيقبل يوقف جنبها إذا ما كانت قوية. بوريس زهارياس، روحي باشا. لكان تذكرتني مو هيك؟ مشرف الداخلية القديم روحي باشا، كم سنة مريت؟ شي 20 سنة مو هيك؟ ايه هيك. شياطين تشكيلات الأخوة ومجلس العظماء أمروني من زمان أعطي رخصة لحدا ليبني دار العجزة. مين يلي أمرك بهذا الشيء؟ أنا ما عم بفهم عليك يا باشا. أنا لقيتها. هاي الوثيقة بتثبت أنه أنت أسست دار العجزة يا بوريس. عم تشتغل لحساب مجلس العظماء مو هيك؟ مين بيعرف هاي الوثيقة غيرك أنت؟ انت لقيته مو هيك؟ وينو ابني يا بوريس؟ انا سألتك في حدا غيرك بيعرف بهي الوثيقة؟ ما حدا بيعرف فيها غيري. معناتها انت عم تدور على ابنك كمان. المجلس عم يراقبنا بكل مكان، مشان هيك تعال اليوم المساء على المصنع القديم وبنحكي بكل شيء. إذا في حدا غيرك عنده علم عن هاي الوثيقة ما رح يكون منيح لإلك. لا تشغل بالك. أخذت جثة ألكسندر للسيد الكبير مشان تساعدني بحربي مو هيك؟ هالخطة تبعك ما عم تفوت براسي بنوب. تعرف لو اني كنت مكانك ما كنت فكرت ولا للحظة واحدة اني اخسر شخص مثل بوريس زهارياس. طيب انت يا بوريس زهارياس، لما زتيتني مثل الطعم قدام فيلنتا مصطفى، يا ترى كنت عم تفكر تساعدني بحربي ولا خطة لتخلص مني؟ باللحظة اللي بتقدر فيها انك تفهم اهمية الحياة بيتغير شكل الموت بالنسبة لك يا جلال. أنا بعتك على هداك المكان لتاخد الشيء اللي بدك إياه. بس فرح ما كانت هنيك بوريس. لا تنسى وين أنت. ما بتتخيلوا قديش بتعنيلي. أنا مستعد إني موت مشانه وما بتردد بنوب، وعندي استعداد كمل بهالطريق بدون مساعدتك. كتير قابلت بحياتي أشخاص مفكرين حالهم بالقمة. للأسف هالمساكين الأغبياء كتير بيتعذبوا بحياتهم وما بيستوعبوا أبداً إنه هنن بالقاع مستحيل يوصلوا للقمة بنوب. وهنن كتير بيضيعوا لي وقتي. أنا ما عاد في عندي وقت ضيعه، ما عاد في يتحمل. وهلأ اسمعني، اصحاك تضيع الوقت وحل هالموضوع بسرعة. جلال، قبل أي شيء نحن لازم نوضح قدام السيد الكبير بطريقة مقنعة وما فيها أي شك كيف مات ألكسندر، وبعدين مندور على أختك فرح ومنلاقيها.
بوريس؟ ابني أوسن، أنا ما بكون ابنك يا ختيار. أنا ملاك موتك. ابني، شو هالحالة يلي وصلوك إلها؟ أنت ابني. أكيد هاي الدنيا خلتك تجن. بس أنا رح أخلصك منها بعد شوي. أنت ابني أوسن، وأنا متأكد تماما هذا أنت. أنت أوسن، ابني أوسن، واقف يا ابني. لا تطلع فيني هيك. ما ابني. لا تطلع فيني. لا تطلع هيك. لا تطلع بهالطريقة. لا تطلع فيني بهالطريقة. فهمت يا ختيار؟ أنا بدي أقتلك. لا تطلع فيني. لا تطلع فيني هيك. الإنسان لازم ينسى ليعيش. حاولوا تنسوا ماضيكم البشر. نحن منقدر نتحدى الموت والوجع بس بالنسيان. يعني رح تولدوا بهالمكان من جديد، ورح تكونوا أشخاص ناجحين بحياتكم. ابني أوسن، ابني أوسن، وأنا متأكد تماما هذا أنت. أنت أوسن، واقف يا ابني. ابني، شو هالحالة يلي وصلوك؟ ابني أوسن، واقف. روح من هون بسرعة، اختفي من حياتي. انت ميت، ولا بقى تطلع قدامي مرة تانية. رجالنا صلوا من الظهر عم يراقبوا البيت. دكتور زين مارمان ما طلع ولا خطوة برات بيته، وحتى عيادته مسكرة وما حد عم يفوت على بيته. نحن هاجمنا بيوت وعيادات الدكاترة المشتبه فيهم بس ما في نتيجة.
ما ضل قدامنا غير الدكتور زين مارمان، هو المشتبه فيه. يا باشا، هالدكتور بيخدم بقصر السلطان من 30 سنة ولا مرة فشل بعملية أو علاج لحدا منهم. أنا برأيي بلا من داهم بيت هالدكتور. أحيانا من ربي أفعى بحضننا ما ممكن منتبهين. لا تشغلوا بالكم، أنا فكرت بكل الاحتمالات وحتى أني أخذت الإذن من جلالة السلطان من شان هي المداهمة. عبد الله تفضل يا باشا. أنت راح تنهي هالموضوع، لازم لكم شو هو عايش. لا تشغل بالك يا باشا، أنا محضر حالي منيح لهي المهمة، بس نضربه بهي الإبرة فورا بيغمى عليه وما عاد يقدر يتحرك. أنا ومحمد رح نحل هذا الموضوع. يلا خلونا نفوت. باشا شو؟ أنت خليك، نحن منحلها. مصطفى يا باشا خلاص بقى، يلا بسم الله. بسم الله. أنا آسف. أنا آسفة. أنا بدي رجعك توقفي، لا تجي لهون، تركي هالأطفال البريئين، بدي رجعك لا تعملي فيهم مثل ما عملتي فينا. انقلعي يا فرح. سلطانة نسلهان، يعني معقولة سلطانة مثلك يكونوا شعراتها بشعين ومالهم مسرحين منيح؟ يلا قومي يا سلطانة ورجيني شعراتك لشوف. متى مصطفى رح يجي وينقذنا؟ لا لا
جبت لك المخدات اللي طلبتيها. أنا قلبي مولع يا وعدي، بدي طبيبي داويني، دوا الطبيب ما بينفعني. شوفت حبيبي بتشفيني يا عيني، شوفت حبيبي بتشفيني. بلبل ناغى غصن الفل، آيا شقيقة النعماني، قصدي ألاقي محبوبي بين الياسمين والريحاني يا عيني، بين الياسمين والريحاني. أنا قلبي ملوع يا وعدي، بدي طبيبي يداويني، دوا الطبيب